ملكوت خلقه الله ولا عمرنا عرفنا ماشي في اي اتجاه احنا وظروفنا في منا ينده لنا شمالنا يلقفنا حاسبين خطوينا وبكرة سكتنا ومغرية بنشم على ظهر ايدينا ولا احنا مثلا انبيا ضحك الزمان فجأة علينا وهرانا كلنا سخرية طلع اللي قال الرجل الدب مكان مضحك جدك كبير قوي يكسبنا وسكك بتتغير ماشيين بأمل إنما مش مفروشة لنا ورد بتاخدنا دنيانا أهيانا أوقات على أخوانا بنكون في أبعد سما هل كنا حاسبين خطوينا وبكرة سكتنا ومغرية بنشم على ظهر ايدينا ولا احنا مثلا انبيا ضحك السماء فجأة علينا وهرانا كلنا سخرية بمكان ما تحب جدك كبير قوي يكسفنا مبروك يا عروسة بابا بابا أنا فرحانة قوي أنا مش مصدقة نفسي أنا حاسة إن أنا بحلم هو إحنا ليه كل حاجة حلوة نقول عليها حلوة يا حبيبتي اوقات الواقع يبقى اجمل من خيالنا مليون مره يعني شوف انت الواقع عندك دلوقتي بعد كام ساعه ان شاء الله تبقي في بيت عريسك اللي انت بتموتي فيه انا بموت فيك انت يا سلام يا بخت الواد هشام بيكي بنتي يا لبنى ماما تعالي قوري معايا المحشي يا بنت سايباني ليس لوحدي في المطبخ قولي لي بقى لما تتجوزي ان شاء الله هتنسي بابا ولا هتفتكريه اخصى عليك انا انساك برضو ده انا انسى اي حد في الدنيا الا انت يا سلام حتى هشام لا معلش يا بابا بقى هشام حاجه وانت حاجه تانيه خالص يا لئيمة بنتي يا لبنى ماما تعالي خدي بحس يا بنت مع اسياد المطبخ تمام واد يا وحيد ياخدك فين يا واد قولي لي بقى
اتفقت مع هشام هتقضي شهر عسل فيه. هشام قال لي هيوديني اسكندريه. اسكندريه دي الواد هيقرصب عليكي من اولها. سيبي لي انا الموضوع ده، انا هتفق معاه يلففك الدنيا كلها. اهم حاجه تعمليها يا حبيبتي كل مكان تروحوا فيه تبعتوا لي الصور فورا. من عينيا يا حبيبي. يعني استعد من الغرفه عشان تيجي تساعديني يا بيت. الله انت ما بتروحش تساعد امك ليه؟ انا قاعد اقول لها من الصبح والله يلا نروح. بتتسايروا عامله فيها عروسه يا اختي؟ قولي انت عايزه ايه؟ عايزه تقوري الكوسه؟ اه انا احسن واحد اقوري. رميتها خلاص. طب احشي لك المحشي. انت يا دوب تروح تغير هدومك وتحلق دقنك. وانت يا دوب تهدي شويه وتزغرطي. ازغرط؟ حاضر. فاروق باشا نادوا على القضية. طيب أنا جاي حالا. بالرغم من اعتراضي على ما يسمى بالزواج العرفي ورفضي له رفضا تاما لأنه يضر بالمجتمع، إذ يحول الزواج الشرعي من حالة الإشهار والعلانية إلى حالة من السرية، يصبح معها الزواج أشبه بعلاقة غير شرعية، وهذا الزواج العرفي آفة من آفات المجتمع الحديث. فكم من شاب وفتاة يعتقدان أن مجرد كتابة ورقة ممكن أن يصبح أساساً لبناء حياة أسرية سليمة، متناسيين أن الزواج الشرعي أساسه الإشهار والعلانية، ولا يدركان أن هذا الزواج محكوم عليه بالفشل. وبالرغم من تفشي هذه الظاهرة بين الشباب وفي الجامعات، وبالرغم من أنني بدأت مرافعتي بهذه الحيثيات، إلا أنني كمحام عن هذه السيدة التي تزوجت زواجاً عرفياً أنجبت منه ثلاثة من الأطفال الأبرياء، لا ذنب لهم، أجدني مضطراً لأن أحمل المدعى عليه المسؤولية كاملة، فهو وإن كان قد تهرب من مسؤوليته كزوج إلا أنني لا أستطيع إلا أن أقول إن مسؤوليته مسؤولية كاملة عن إلقاء ثلاثة من الأطفال الأبرياء في الشارع يلقي بهم إلى مستقبل مظلم مجهول من التشرد والجريمة والضياع. ما ذنب هذه السيدة التي وثقت في شاب كاذب مخادع؟ وما ذنب هؤلاء الأطفال حتى نلقي بهم إلى مستقبل مظلم مجهول؟ إن كان هناك مجرم في هذه القضية فهو هذا الإنسان الذي خدع فتاة بريئة بعقد زواج عرفي. إن كان هناك مجرم في هذه القضية فهو هذا الإنسان الذي تخلى عن فتاة أحبته وعن أطفال أبرياء من صلبه. إن كان هناك مجرم في هذه القضية. يا ابني الهدوم الغريبة اللي بتشتريها دي مش اللي بلاقيه، هو كله رزق. إلا ما في بدلة واحدة أقدر أروح بيها الفرح. اتفضل شوف. لا جرب دي. دي مليانة عتة. وكم أقصر من كم. نشيل العتة ونقصر لك الكم. فين بنطلونها؟ لا مش هتلاقيه. بقى البس عليها بنطلون كحلي. أمال إيه دي؟ لا 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 دي لا دي ده أنا موضبها دي عشان أنا هروح بيها. يا ابني هي بنتك ولا بنت أنا؟ طب ما أنا برضو عشان أشرفك. لما أشرف نفسي أنا الأول أوعى. اهي ها ايه رايك؟ ايه رايك؟ طب انا هلبس ايه؟ انت ممكن تلبس دي جميله، تشيل العته وتجيب البنطلون الكحلي وتقصر الكم. لا هلبسها زي ما هي كده، مش هقصر حاجه. اشمعنى دلوقتي بقى؟
ما انا عندي ايد قصيره وايد طويله. وسعوا كده شويه يا جماعه، هوا هوا ميه، حد يجيب كوبايه ميه، حد يطلب الاسعاف بسرعه يا جماعه. هم دول يتعرفوا ولا يدخلهم بيت بعد اللي عملوه؟ وابن المستشار يا اختي واخدها على ايه؟ دي حتى بنت معرقبه لا تنفع بحاجه ولا محتاجه. مرايه الحب عامله ادي الحلقه للي بلا ودان. ودي يا اختي كان شافها فين؟ شافها فين؟ اساليني انا. هم بيروحوا الجامعه يا حبيبتي من شويه، ده بيروحوا الجامعه عشان يعلقوا شبان ويتجوزوهم. ويا اختي كان من قله البنات ولا تصف نظره؟ من بكره يا بنت تقدمي في الجامعه يمكن يجي عدل. سمي كده يا عبد الله وعلق الزينه، مع ان عروستنا منوره ومغطيه على الكل. الف مبروك يا ست ام محمود. الف مبروك يا اختي. الله يبارك فيك يا حبيبتي، عقبال عندكم جميعا. امال لازم نسوق التاكسي عشان نزف فيه اجمل عروسه يا ابو اجمل عروسه. طب ده الابيض ده بقى عشان تبقى ليله فرح، يجعل ايامك كلها فل وياسمين ورود افراح يا زنطه. كل اعوذ برب الفرح من شر ما خلق. ايه اللي بتعمله ده؟ ببخرك يا زنطه، حاكم العين عليك انت وست لطفي النهارده قد كده. صاحب واجب يا ظالم. انا عملنا حاجه يا زنطه. زنطه زنطه يا باشا يا مطهر، والله ما خدت بالي دماغي فيها مليون حاجه. كده الله في العون. ايه رايك بقى في التفانين دي كلها؟ تسلم ايديك يا عم طاهر، نردها لك في الافراح ان شاء الله. ربنا يجعلها ادب الخير والسعاده علينا كلنا. بص بقى شوف. الله ايه ده؟ حاره المحروسه ترحب بالسيد المصطفى عن اهل الحاره طاهر الجبلاوي. ايه العظمه دي؟ انا ما رضيتش اكتب اسمك عشان عارف انك انت ما بتحبش الدعاوى الكبيره. يا عم طاهر احنا داخلين انتخابات. انا اقل ما فيها ده سعاده المستشار. بقول لسعادتك ايه؟ ممكن تبقى سعادتك تديله الورقه دي. ليه ايه دي يا عم طارق؟ دي شكوى ضد المعلم ابو زيد، بيفرش الكراسي بتاعت القهوه في الحاره كانها حاره امور. وده وقت يا عم طارق. لا يا سلطفي، احنا ما صدقنا بقى لنا ظهر في الحكومه. انا عاوز بدله جديده، والله لا اسيب البيت وامشي. نعم نعم نعم، اسيب البيت وامشي؟ والله لو قلتها تاني لقطع رقبتك. مالها البدله؟ ما انا بشوف المطربين لابسين زيها. كل عيال الحاره اهاليهم جايبين لهم بدل جديده. ما هي جديدة يا واد، أنا جايبها لمحمود أخوك وهو في الإعدادية، أسرت عليه هطولها له. في إيه يا أم محمود؟ صوتكم جايب آخر الشارع، في إيه؟ إيه ده؟ ما لبستيش؟ هلاقيها منك ولا من ابنك؟ قال إيه عايز بدلة جديدة؟ تقولش عريس؟ يا حبيبي، إحنا مش اتفقنا خلاص يا حبيبي، هجيب لك البدلة يوم ما تتجوز. أنا ما بكلمكش، أنتم ما بتحبونيش، علشان لو بتحبوني كنتوا جبتوا لي بدلة جديدة. والله يا ابني أنا لسه. ايه محمود فين؟ الارضيه وسخه والله ماسحه والحيطان عايزه تزعف. وانا هطولها ازاي دي؟ بالزعافه يا ام محمود. حاضر يا سلطف. انا ماليش دعوه، انا عاوز بدله جديده. هاتولي بدله جديده. طيب يا ابو نص انسان. طيب خد خد يا سلطف، جيب له بدله وخلصني. يلا مع السلامه. سياده المستشار يقعد هنا في الصداره. حاضر. الارضيه وسخه، السجاده دي الست معنيات بعتت الطقم. طلعت السجاده. حاضر. لبنى فين امها؟ انا هشوف مين بقى، سياده المستشار ولا السجاده ولا وحيد ولا لبنى؟ انت عايز واحده اربع عيون. خلاص خلاص خلاص، ده فرح بنتك زهراتي. منور يا ست اللواء وحيد. شكرا يا استاذ.
يا ابو العروسه مش مستعجل العروسه عند الكوافير يا اخويا؟ اتاخرت قوي لسه على ما تيجي والبسها وازوقها. يلا المعازيم زمانهم جايين. حالا يا محمود. يلا استشار. انا هاجي معاك. تيجي فين انت؟ تقعد هنا تحرس الحرم لغايه ما ارجع. يلا. انا وحيد وانت البس ظبط خلاص، ما حدش هيعرف يكلمك ولا ايه؟ روح انت اتكل على الله وهيقعد معاك. اهلا يا داليا، تعالي. اه يا هشام، ازيك؟ الحمد لله. ايه ده بقى، انت لسه مصمم على حكايه الجواز دي؟ ده سؤال برضو يا داليا؟ عايزاني اسيب الناس يعملوا الفرح ويستنوني والعريس ما يروحش؟ ترضي انت تتحط في موقف زي ده؟ انا طبعا ما يرضينيش، بس يا هشام بابا هيزعل قوي، انت عارف رايه في الموضوع ده. ويا ترى انت كمان واخده نفس موقف بابا؟ يا هشام انت اخويا وانا ماليش غيرك، بس يعني انت عارف. خلاص يا داليا، خلاص. نفسي انت وبابا تكونوا موجودين معايا في يوم فرحي. هشام، انا جايه معاك الفرح. صحيح يا داليا؟ طبعا يا هشام، ومش بس كده، انا هحاول كمان ان انا اقنع بابا انه يجي معانا. يا حبيبتي يا داليا، يا حبيبتي. الف مبروك يا هشام، الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يبارك فيك. الو. ايوه انا هشام الويشي. ايه بتقول؟ ايه مبروك عروس. الله يبارك فيك. مبروك. هم قالوا لك ايه بالظبط يا هشام؟ ما قالوش غير ان بابا في المستشفى وضروري نروح له حالا. يا رب استر، يا رب يا رب استر. ان شاء الله خير يا داليا، هتقلقي. بسرعه شويه يا هشام. فاروق الويشي لو سمحتي. ممنوع الزياره دلوقتي. بابا ماله؟ ايه اللي حصل؟ حضرتك ممكن تنتظر هنا، احنا لازم نطمن عليه. من فضلكم ممنوع الدخول لو سمحتوا. ايه يا هشام؟ بابا جراله ايه يا هشام؟ انا لازم اطمن عليه. سليم ان شاء الله. صلاه على النبي، صلاه على النبي. سيبيني يا بنت، مش مصدقه نفسي، عشت وشفتك عروسه يا لبنى. انت بتعيطي يا ماما؟ اعيط ايه؟ دموع الفرح يا بنت، ده يوم الهنا لما اشوفك في بيت عدلك يا حبيبتي. بس اسمعي مني بقى. شوف يا بنت، انا لما جيت اتجوز امي قالت لي ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه، بس بعد العمر ده كله وبعد اللي شفته، اسمعي مني الخلاصه. جوزك على قد ما تحبيه وتراضيه وتعمري أراضيه وتسوني في غيبته يسونك. رجالة يا بنت عاملة زي الطير القلقان واقفة على رجل واحدة، ما تستحملش تقعد في حتة، عايزة تطير وتهج. شطارتك بقى تنضفي عشك
وتزوقي وشك لحد تارك ما يقع في شباكك ويتشبك بمزاجه. فهمت يا بتاعت الجامعة والنت ولا أقول كمان؟ فهمت يا ماما. ايه رأيك كده؟ حلوة قوي محمود. الله ولا وحيد انزل يا واد، انا كان ست مستشار. اذا كان هو مستشار انا لابا. ايه بكره ورد بتاع العروسه. شكرا. ايه يا ستي لسه ما جهزتيش؟ الناس على وصول. مش هجهز العروسه الاول وانت ما تعيطيش. اه بنتي زغلطتي. ست حسني اللي باتوا في شهرزاد دي يجوا يشوفوا اجمل عروسه في التاريخ كله. مش قوي كده يا بابا. لا يا حبيبتي ده قوي وقوي وقوي كمان. انا مش مصدق عيني يا جنة. بقى دي جنة حبيبتي بنتي. انا بدات استخسرك في الواد ده. انا ممكن ارجع في كلامي واجوزك سيد سيد، بس هنلاقي سيد سيد منين اذا كنت انت بتحب ده؟ يبقى ده اسيد واحد في الدنيا كلها. الف مبروك يا حبيبتي. حقيقي انت فرحان يا بابا؟ فرحان بكلمه قليله قوي على اللي انا حاسه دلوقتي يا بابا. انا صحيح يا بنتي ما عشتش معاكي سنين عمرك دي كلها، بس ربنا سبحانه وتعالى أراد لي أعيش معاك اليوم ده. أنا أسعد أب في الدنيا دلوقتي يا رب. ربنا يخليك لي يا بابا. طمنا يا دكتور، بابا ماله؟ ما خبيش عليكم الحال حرج قوي. يعني إيه؟ فاروق بيه لازم يسافر للعلاج فورا في الخارج. الله يبارك فيك يا اختي. اتفضلي يا ست رجاء اتفضلي. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الله يسلمك. زي ساعه اللو. زي الفل. ماشي قوي. امال هو فين؟ ما جاش يا اختي. والله كان عامل حسابه يجي بس اتصلوا بيه في الوزاره على اخر لحظه. يا خساره سياده اللواء ما جاش. معلش غصب عنه. اتفضلي يا ست رجاء اتفضلي. الست بوسينه جارتنا من زمان. اهلا وسهلا. اهلا 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 معلم سلطان. سلام عليكم. اهلا يا سي نور. خبير فين امك؟ معافيه شويه. لا السلامه ليك. اهلا بيك. اتفضلوا. اهلا وسهلا. السلام عليكم يا رجاله. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يكمل بخير يا رب. جلطه في المخ والحاله بتتاخر ساعه بعد ساعه. فاروق به لازم يسافر لندن فورا. عموما انا اتصلت بدكتور ماكنزي بناشونال هوسبيتال لان الجلطه لازم تدوب خلال 24 ساعه. 24 ساعه؟ معقولة يا دكتور هنلحق؟ مفيش حل غير انه يسافر بطيارة الإسعاف الطائر. أنا ممكن أتصل بيهم ويكونوا خلال ساعتين جاهزين، بس تكلفتها عالية شوية. مش مهم الفلوس يا دكتور، المهم نلحق بابا. أرجوك يا دكتور اتصل بيهم حالا. ما تقلقيش يا أنسة داليا، أنا في الوقت ده يا دوب أجمع صور الأشعة والتقارير الطبية اللي هتاخدوها معاكم. الحالة خطر للدرجة دي يا دكتور؟ طبعا، كل دقيقة بتمر فيه خطر على حياته. اهلا بالمعلمين. يا اهلا وسهلا. واد يا زقلط الفندام للمعلمين يا واد. الله مشرفنا والله. ربنا يتمم بخير ان شاء الله. بحياتك عقبال ولادك وولاد ولادك يا رب. شكرين قوي يا ست مهر. تعيش ربنا يخليك. ربنا يخليك. بنتي يا رضا ازيك يا بنتي؟ الله يبارك. اتاخرتي يا البدله الحلوه دي يا واد. فين العريس؟ لا جاه ولا حد من اهله. ما انت العيش ده منهم على وصول. طب حتى المأذون ده الساعه داخله على 7. والله انا مأكد عليه زمن على وصول. معلش سلطفي المأذون جه تحت وعاوز البطاقات. اهو اهو جه اهو. انا نازل. الحمد لله. على ايامنا يا مولانا كنا بنستلم القسيمه بعد 3 اشهر. اصل اي شيء اذا ما اتعملش مظبوط ما بيبقاش حلو. ايه يا مولانا هنكتب الكتاب في الشارع؟ اتفضل معايا على فوق. استنى بس عليها لطفي ليه لما ياخد نفسه ويخلص فنجان قهوته، وبعدين العريس لسه ما وصلش. يا سيدي على بحضر الورق يكون العريس وصل ان شاء الله. لا 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 لطفي انا لازم اطمن على الاجراءات بصفتي شيخ حاره قديم. لازم اطمئن على ان الاجراءات سليمه 100%. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، انا هبقى شاهد على العقد
ما سعاده المستشار هيجيب واحد شاهد من عندهم واحنا شاهد من عندنا، والشاهد اللي عندنا ده هو انا. الاصول كده ان شاء الله يا عم طارق. يلا يا مولانا خلص القهوه ويلا. يا ماما ده انت هتوحشيني موت. ما شاء الله الله عليكي في الطرحه منوره، اهلك حواليكي والعوازل ورا. الله عليكي قنديل ميلادي، سياده المستشار بيقول لك تعالي. زغرته يا بنات. انا لازم اوصل مشوار صغير. معقول يا هشام هتسيب بابا هو في الحاله دي؟ مش هتاخر، هوصلكوا على المطار طوالي. ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده يا هشام. يا داليا لازم اوصل للبنى، لازم ابلغه. مجرد يوصل لندن هيلاقي عربيه اسعافه دنيا له من مطار المستشفى، وانا رتبت كل حاجه. طب يلا يا هشام يلا. اهلا يا سي مرشي. اهلا وسهلا، نجاب لك في الافراح ان شاء الله. الله يخليك وتشكر. انت مش فاكرني ولا ايه؟ لا الحقيقه مش واخد بالي. وانت مش شريك سي لطفي؟ ايوه. هو قاعد فوق شاهد نفسه كده بحاجات غريبة، يعني أبو العروسة يا سيدي، مع إن أنا مخلص له كافة شيء. اطلع بقى وطمنه وقول له كل شيء تمام. هو العريس وصل؟ لسه يا سيدي، ما جاش، بيتبغدد ويتدلع. ابن عز بقى. بعدين يا سولات فين؟ فين العريس؟ أنا ورايا جوازتين تانيين، عايزين نكتب الكتاب ونخلص. معلش يا أستاذ، هو ميعاده 7-8. أنا مش عارف إيه اللي أخره بس.
تعبش نهار عندنا، وسلام لأحلى عروسة وأحلى عريس ومعلمين الدراسة والسيدة والمغربلين وعبدين والغورية، وأحلى سلام مربع كبير قوي الحبيب وأخويا أبو العروسة الراجل اللي طول عمره كده وعمره ما كان كده، حبيبي لطفي الجنايني. لطفي الجنايني ورقص لي يا جدع. هو العريس لسه ما جاش؟ انت قمت ليه؟ زمانه جاي. لا اصل انا اتاخرت لازم اروح دلوقتي. لسه بدري، خليكي مشرفانا. خلاص يا ام محمود عشان خاطرك استنى شويه. ده مش اسمه كلام يا استاذ لطفي، انا هفضل مستني كده لحد امتى؟ الساعه بقت 9 وربع. وصلش ولا بعت حد من اهله؟ يا ترى ايه اللي خرج يا شيخ؟ خارج من طاقه الخدمه. ضرب تاني يا صاحبي. انا سايبه عريضه اهي اهو. يا اخوانا خلصونا. بقول لكم عندي جوازتين تانيين. على السلامة. ردوا بقى، ردوا. هشام يلا بقى الطياره هتقوم. حالا يا دالي حالا. يلا يا هشام مفيش وقت. يلا. انتوا قاعدين مستنيين ايه؟ في عريس هيجي بعد نص الليل. عليك يا بيه. يا عليك يا ضنايا. يلا يا محمود. طفي النور يا واد، نزل زيني طوقتك يا واد، الليلة باظت. ارمي ورد العروسة يا اخويا. يا عيني عليك يا لبنى. ما تعمليش في نفسك كده يا ام محمود. شايفة الوكسة اللي احنا فيها يا ست رجاء؟ خلاص سيرتنا هتبقى قلبانة في الحرايق. معلش معلش، حاولي ولا قوة الا بالله. يا عيني يا شباب، ده ذنب سمير ابني اللي كسرته بخاطره بعد ما اديتوله كلمة. ما تشمتيش يا ابو سينا، يوم ليكي يا اختي ويوم لينا. اهو اليوم اللي ليكوا يا اختي خدوها اهو. وقفوا جنبي وشرفوني، وفي الاخر العريس اداكوا بومبا. يا راجل يا راجل، هو في عريس هيجي ناسي من العيله الغاجر دي؟ بالاذن يا سي لطفي. يلا يا جماعه. ايه يا جماعه مالكم مستلمين الراجل ليه؟ كان قال العريس ما تجيش. انا معروف اخويا، اسكت انت، تلاقيكم مطبخينها انتوا الاثنين مع بعض. يا جماعه اهدوا شويه وصلوا على النبي، الغايب حجته معاه. بينا يا رجاله. يلا 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 ستار، يلا ستار. سلطفي عجبك يا اخويا؟ عجبك الفضيحة اللي عملتها لبنتي ضنايا؟ طول عمري ماشيه بدماغي، مشيت وراك انا ليه؟ فضحت بنتي يا اخويا؟ حرام عليك، حرام عليك. مليش في نفسك كده، كل شيء اسمه وصيف يا اختي، حد عارف ايه المكتوب؟ ده ما يستاهلش ضفرك يا لوم. اسمعي كلام امي عشان خاطر صحتك يا بنتي. في ايه؟ مالك؟ يا لهوي الحق يا محمود، اختك قطعت النفس يا اخويا. يا خدتي فوق يا بنت لطفي عشان خاطر. يا حبيبتي في يا لوم محمود؟ مش الراجل ده عننا، ماشي من هنا يا اخويا. هيعمل ايه فينا؟ شمموها بصره.
سمحتوا كفايه قوي لحد كده. محموده اتفضلوا بره بره. لو انت علام خدي نفسك خدي نفسك. بعدين بقى عباس ما تعملش في نفسك كده يا اخي. هو كده غاوي يشيل هم غيره. انا متاكد الوقت كويس ولا يمكن اكيد في ظروف. ظروف ايه بس يا عبس؟ ده واد نادل اللي ما جيش لعروسته في ليله فرحه بعدين ولا حتى اتصل التليفون. امال هم عملوا الموبايلات ليه؟ هو تلاقيه صرف نظر قفل الموبايل وسك على الموضوع. وقف يا محمد وقف. طيب طيب رايح فين يا عباس؟ بس رايح فين؟ رايح فين يا عباس يا ابني الدنيا ليل؟ عباس سيبه مهرم دول. هو كده بيحب يعيش مع نفسه لغايه ما يروح. اطلع يا راجل اطلع. يا اخي انا عباس صعبان عليا قوي. هو اللي مغلب نفسه. اعمل ايه يعني؟ لا من جهة تقدر ده يقدر يعمل حاجات كتير قوي ويعيش سلطان زمانه كمان. انا بلاش خليني احط الجزمه ببقي. والله يا باشا نصحته كتير مفيش فايده ولا راكب دماغه. قول لي يا مرسي انت تعرف عباس من زمان؟ يا اعرف عباس ده احنا عشت عمر في وش بعض وفي زنزانه واحده. يا عباس يا اخي اتعذب كتير قوي في دنيته. عمره ما اشتكى يا باشا. قول لي يا استاذ مرسي تحب اوصلك فين؟ لا توصلني فين يا باشا؟ ده انا لازم اروح معاك لغايه البيت. لا انا كويس كويس قوي ما فيش حاجه. لا 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 كمل بس انت كمل على البيت وانا هطمن عليك. كمل يا باشا كمل. وانا وش نحس على العيله دي ولا ايه؟ كل ما اجي اعمل حاجه تفرحهم تتقلب بغم. وهشام ده ازاي يعمل كده؟ جاري يا جرع انت؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ انا متاسف جدا. اصلي ايه؟ الساعه 2 بعد نص الليل. بقول لك ايه؟ والله لو مشيت لبلغ عليك البوليس. اسف. الله يخرب بيوتكم معلم ما عندهاش دم. تحب تتفضل جوه معايا شويه ولا الوقت متاخر؟ لا متاخر ايه يا باشا احنا لسه بدري قوي نقعد شويه. اتفضل يا باشا. ايوه ايوه بس بس ايه يا باشا دي فيلتك يا باشا. اتفضل 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 يا باشا. لا دخلت برجلي اليمين وقلت بسم الله اصل اتشقمت من المره اللي فاتت لما كنت هتجيبولي البوليس. طب ايه رايك نقعد في المكتب علشان بس المدام والولاد نايمين فوق؟ يا ريت يا باشا. اتفضل 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 يا سعد. اهلا بس تحب تشرب حاجه؟ يا ريت يا باشا. تشرب ايه؟ اي حاجه ما هو كله زبرته. معلش مفيش تلج بقى. صدق احلى يا باشا. طيب اقعد يا مصطفى. قولي عباس بيصرف منين؟ ده سؤال برضه يا باشا. ولا مؤاخذه سي عباس قاعد مع قفص جوافه
يعني انا غلبان اه بس جدع وصحاد على دماغي من فوق. ما كانش قصدي ابدا ان انا اجرحك، انا اسف جدا، بس يعني كل ما في الامر سيادتك عاوز تطمن عليه. مظبوط كده، اطمن يا باشا. عباس في عناية. مؤاخذة يا باشا، دورة المية فين؟ فوق؟ لا لا، فوق في أوضة النوم، دورة المية هنا تحت في آخر الصالة. طب يا باشا بعد إذنك، أصل يظهر الويسكي عمل شغل. اتفضل اتفضل. مؤاخذة يا باشا. هو ده اللي في الوش يا باشا؟ ايوه هو يا بورس. ايه ده يا ده؟ ايه الحلاوة دي؟ سجاد في الحمام؟ يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، حاجة فخيمة جدا. انت مش عباس الدميري، ده انت عباس الفقري. ايه الحلاوه دي؟ شباك كمان؟ الله الله، يا سلام، سلكه ولا حديد ولا احزنون. السكه دي مليانه مليون فخ، وصاحبنا ماشي يظهر في عقله الطخ، يطلع من نقره هوا تيجي رجله بتروح دقيره، وهو جامد قوي وغريبه عمره ما نخ. ايام تغم من نفس الخلق، وازاي صابر عليها وبيسايسها عكس، في حد لسه بلاوي الناس بتهون بلاوي، في حد يضحك زمانه عليه ويدادي، معقولة في حد الزمان ده بالذمة زي الأخ؟ استغفر الله العظيم. يا زمن لعبي وعن الخداع عليكم، والطيب فيه بيقولوا عنه تغف، واخينا في قلبه ما بدأ وماشي طريق بدأه، لو حس النار تلسعه ببرود يقول لها هف، معقولة في حد الزمان ده